مثلا تنشوفوا اليابان بغاو يصلحوا التعليم، داروا واحد التصور استباقي وحددوا الاستراتيجيه والاليات ل 100 سنه، ماشي ثلاث سنين ولا اربع سنين. هذا واش بحال هذا؟ الحمايه الاجتماعيه ممكن اي واحد يسمع الحمايه الاجتماعيه يقول بغيناها ومهمه بالنسبه للمغرب، لانه كاين هناك فقر، هشاشه، كاين تهميش، كاين فوارق اجتماعيه مجاليه مناطقيه، بغينا الحمايه، ولكن خاص ينزل الورش، خاص المقومات ديالو، وخاص كل الاراده الحقيقيه. هذه الاراده منين خاصها تجي؟ اولا من اخذ الدروس، واخر درس جابتوا لنا الازمه ديال كورونا. اش كتقول؟ بانه حذاري الصحه الى جانب التعليم الى جانب مجالات اخرى سيكون من مسؤوليه الدوله، لا يمكن ان تتحمل مسؤوليته الخواص. انتم الخواص عندهم المنطق ديال الربح، وقلت لكم راه كيديروا الاشهار في الراديو في التلفزيون وكيقولوا الناس مرضوا واجيو عندنا وسلام، هذا الشيء راه ما خدمش. اذا خصنا نحددوا شنو هي المقومات باش ينجح ورش بحال هذا. الحمايه الاجتماعيه خصها تكون في اطار بالفعل واحد التصور لدوله اجتماعيه داخل دوله ديمقراطيه. اذا التنزيل ديال الديمقراطيه التي لا يتكلم عنها احد اساسي ومؤسس اليوم، ثم الجهويه الحقيقيه. خصنا انه يكون واحد التضامن، واحد التكامل ما بين الجهات ديال الوطن، لانه ماشي غير نحققوا العداله الاجتماعيه اللي خصنا، العداله المناطقيه، ماشي نقولوا خاص اطباء في الرشيديه، الطبيب اللي بغيتيه يكون في الرشيديه راه خاص الطريق وخاص المطار وخاص المستشفى وخاص الحدائق وخاص المختبرات وخاص الجامعه وخاص كليه الطب وخاص المستشفى الجامعي، راه ماشي غير الاطباء، راه خاص البنيات التحتيه ثم الموارد البشريه ثم المساله ديال التمويل. مساله اخرى، الا بغينا اننا نحققوا هذه الورشه هذا بالفعل كيف تفضل الاستاذ، راه خصنا هذا النتيج الداخلي الخام ديال المغرب اللي هو 100 الى 120 مليار ديال الدولار، اللي هو تقريبا لا شيف دافير ديال شركه بحال كارفور، كيفاش ما كيطلعش؟ حنا حلينا البلاد، اتفاقيه التبادل الحر، حاولنا نجلبوا المستثمرين، شجعنا الخواص ما قدنا، والفلوس ما كتدخلش كتهرب للخارج وما كاين والو، والاستدانه غاديه وكتطلع وكتطلع. اذا ما يمكنش، خصنا نحاربوا الريح، خصنا نحاربوا الفساد، خصنا نخلقوا تنافسيه حقيقيه، خصنا نديروا اقتصاد منتج ومتضامن مختلط بالفعل، ولكن يكون فيه رقابه، يكون فيه تحديد الاولويات، لان كل هالدول كتشوف شنو هي الصناعه اللي كتليق بها، شنو هي الفلاحه اللي كتليق بها، باش يمكن لنا نوفروا الامن الاستراتيجي، ماشي غير بقينا غادي. ثم خصنا اصلاحات ضريبيه، الاصلاحات الضريبيه تفوت على الدوله اموال كثيره، حد عدد ديال الناس كيدخلوا ارباح كثيره، واليوم مع كل اسف القانون المالي اللي عداز جمعوا الناس كلها اللي كتربح الشركات 100 مليون ديال الدرهم في العام ولا اقل، كلهم جمعوه في 20% الضريبه، يعني طلعوا الصغار اللي كانوا كيخلصوا 10% خلصوا 20، وهذوك اللي كنخلصوا 30% رجعوهم 20، اذا ما كاينش واحد العداله ضريبيه اللي غادي عليها. ثم الاصلاح المالي، الاصلاح المالي باش يمكن لنا اننا نطوروا الاوراش والمقاولات الصغرى والمتوسطه، باش يمكن لنا نحفزوا ونخلقوا وننتجوا واننا نخلقوا واحد القيمه مضافه، باش يمكن لنا نلقاو الحركيه، هادشي كله باش نحقوا الكرامه الانسان المغربي ونحقوا يعني هذا الشيء هذا اللي خصو يتدار. اما هذا الصندوق ديال التماسك، انا كنشوف قدامي دابا في القانون كيقول لك التمويل ديالو كاين سيدي الضريبه وكاين واحد العدد ديال الامور باش يمكن لنا اننا نفرط تمويل، راه هذا الشيء يعني غادي يصعب اكثر المساله ديال الضبط ديال كيفاش غادي يتم التمويل، وكيفاش يمكن لنا كل سنه نوجدوا ديك 151 مليار ديال الدرهم باش يمكن لنا نمولوا هذا الورش. اذا المساله ديال التمويل اساسيه، وانا كنقول بانها مرتبطه بالاصلاح الضريبي ومرتبطه بمحاربه الفساد، باش يمكن لنا اننا نطوروا هذا الورش. ثم انه ما نتخلاوش، اليوم هي استاذ كتذكر ما بقاش الوظيفه العموميه، ولات الوظيفه الصحيه، هادشي كله غير واحد التهرب من قول الحقيقه، انه الدوله المغربيه كتسمع المؤسسات الماليه باغيه تضرب الوظيفه العموميه، باغيه تضرب القطاع العمومي لا في الصحه ولا في التعليم، في الوقت اللي احنا محتاجين الى كفاءات كما وكيفا، ومحتاجين الى صحه عموميه باش ترعى الصحه ديال المواطنات وديال المواطنين.